أهلا بكم بقناة محمد يوتيوب لأحدث الترددات على القمر الصناعي نايلسات. ظهور قناة جديدة على القمر الصناعي نايلسات، تابعوا معنا لنتعرف على هذه القناة وطريقة إدخال التردد. مزيرا من يوب الريموت تظهر معنا قائمة التركيب، ثم نذهب إلى قائمة الترددات. لإدخال تردد جديد نضغط على الزر الأحمر الموجود بالريموت ونقوم بإدخال التردد، وهو 10799 على معدل ترميز 27500، والاستقطاب أفقي أو حرف الاتش، نضغط موافق لإدخال التردد. ظهرت معنا رسالة بأن التردد موجود مسبقا، نقوم بوضع إشارة الصح أمام التردد ونضغط على الزر الأزرق الموجود بالريموت، البحث عن شبكة نجعل مغلق، نوع القناة نجعلها مجانية ونضغط موافق لنبدأ عملية البحث. ظهرت معنا 24 قناة على هذا التردد. ظهرت معنا قناة جديدة على القمر الصناعي نايلسات مكان قناة كراميش. ظهرت معنا قناة النجوم، 2 قناة جديدة ظهرت معنا على القمر الصناعي نايلسات على تردد 10799 على معدل ترميز 27500 والاستقطاب أفقي أو حرف الاتش. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.